بجد ترحيب بحضراتكم. كلامنا مستمر عن المباراه القادمه واهميتها ان شاء الله لجمهور النادي الاهلي اللي بكره هيكون متواجد ان شاء الله في استاد مختار التتش لمؤازره طبعا الفريق قبل السفر يوم الاربعاء ان شاء الله الساعه 8. طيارته هتكون الساعه 8 ان شاء الله الفريق، وطبعا منه يصل الى المغرب واستعداد اخر هناك في المغرب من خلال تدريبات كابتن حسام بدري اكيد هيبتدي يشتغل عليها قبل المباراه. كابتن ماهر همام نجم مصر ونجم النادي الاهلي في ضيافته، طبعا هو يعني واحد من اعظم اللاعبين والمميزين في خط الظهر. كابتن ماهر برحب بحضرتك. اهلا كابتن فاروق، اهلا بيك، الف سلام عليك. الله يسلمك يا كابتن، ربنا يخليك حبيبي كابتن. ايضا كابتن عمرو الحديدي ايضا نفس المركز وامتداد للكابتن ماهر همام. كابتن عمرو مساء الخير عليك. انا بيك كابتن فاروق، ربنا يخليك كابتن، الف سلام عليك حبيبي، ربنا يخليك كابتن ماهر. خليني اكلمك، طبعا هبتدي باول حاجه اللي دايما احنا نروح لجزئيه الجمهور. الجمهور ده هو يمكن كان ليه عامل السحر في جزئيه فوزنا على فريق الترجي في مباراه العوده هناك. بنرحب طبعا بعمرو الحديدي اولا. زي ما انت قلت كابتن فاروق، عنصر من اهم عناصر اللعبه في كره القدم جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي صاحب الفضل الكبير جدا على معظم نجوم النادي الاهلي اللي تورثوا لبس الفانيله الحمراء خلال تواريخ بقى السابق والحالي. جمهور النادي الاهلي جمهور ذواق، صاحب بطولات، بيساند بشكل كبير جدا فريق النادي الاهلي، عنده حس باللاعبين. كل المواقف اللي فرقه الكوره حصل فيها بعض الضرب كان السند الوحيد ليهم ربنا ثم جمهور النادي الاهلي. طبعا من غير ما نقول ومن غير ما نعمل نداء لجمهور النادي الاهلي يا كابتن فاروق، كابتن عمرو، هم حاسين بالوضع اللي موجود عليه النادي الاهلي. النتيجه الاخيره 1-1 ضد الوداد المغربي، يمكن قبليها يا كابتن فاروق مباراتين الترجي ومباراتين النجم الساحلي لعلم التدريب كان لود كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. يعني من المباريات الصعبه والمراحل الانتقاليه اللي مر بيها لعيبه النادي الاهلي تحت الضغوط القويه، قدروا ان هم يتفوقوا بشكل كبير جدا. وانا شايف ان مباراتنا مع الوداد الشوط الثاني بالذات يمكن كان مباراه يمكن سيطره ميدانيه من النادي الاهلي، لكن التوفيق وعدم التوفيق. يمكن مرحله انتقاليه الهجمه اللي في الست دقائق في الشوط الاولاني بعد الهدف الجميل اللي احرزه مؤمن اثاره بالانفراد اللي غير موفق فيه، كانت ممكن الدنيا تختلف وكنا ممكن نشوف اكثر من هدفين وثلاثه في مباراه الوداد. جمهور النادي الاهلي زي ما قلت في البدايه واعي جدا وعنده ثقه كبيره جدا في لعيبته، وهو عارف ان اللعيبه دي مرت بمواقف يمكن 4-5 مرات في البطوله دي يا كابتن فاروق، والنادي الاهلي قدر يتفوق فيها. يعني 4 مرات النادي الاهلي بيلعب المباراه الاولى يا داخل ملعبه يا خارج ملعبه بالظبط، ويحصل نوع من التعادل بالظبط، سان داونز والترجي والصفاقسي. فاللعيبه عندها تمرس وعندها خبرات كبيره جدا باللقاءات ديت. الشكل محمد اتلعب بيه المباراه كان من الصعوبه على لعيبه النادي الاهلي، انك انت عندك تكتل في 30 ياردة في ما يقرب عن اكتر من 15. انا عايز اتكلم في الجزء الفني ده يا كابتن، بس انا كان يهمني بس راي حاجه في جمهور الترجي نجم كبير كابتن. الجمهور بقى طبعا محمد تعاملت في هذه الامور، والجمهور كان بيبقى واقف جنبكم بشكل كبير وما زال طبعا جمهور طبعا بيشحن البطاريه حتى بشكل كبير جدا، بيشحن اللعيبه وبيحفزهم لاعب لاعب. بيبدا بالجهاز الفني كابتن حسام البدري، بنتمنى له التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. بنته طبعا الف سلامه عليها. كل افراد الجهاز الفني الاداري الطبي اللاعبين حتى عمال غرف الملابس، جمهور عنده وعي بشكل كبير وبيزحف الى مختار التتش او النادي الاهلي بالجزيره، وبيفضل يساند اللعيبه بشكل كبير جدا لحد التدريب الاخيره. نتمنى ان شاء الله من الشكل اللي احنا شايفينه الجميل ده ان هم باذن الله اللعيبه ترجع من مباراه المغرب مباراه الوداد. انا هكلمك على الثقه في هذه الجزئيه كابتن. بالنسبه للعيبه خلينا كابتن عمرو امتداد لكلام كابتن ماهر ورؤيتك للشكل اللي انت شايفه على الشاشه جمهور النادي الاهلي، وده كان قبل السفر في مباراه الترجي وكان ليه عامل سحر زي ما بقول كده. يعني جمهورنا كبير، يعني جمهور اعتقد قليل قوي ان تلاقي الجمهور بالشكل ده وقوفك حتى الدقائق الاخيره وعندك ثقه في لعيبتك انك هتكسب، مخلي اللعيبه كمان المسؤوليه كبيره قوي عندها كابتن. بص يا كابتن محمد، تكمل كلام كابتن ماهر، اعتقد ان اللي احنا شايفينه دوت هو بدايه المكسب ان شاء الله في مباراه الوداد في محمد بن خامس. اللي احنا شايفينه دوت جماهير النادي الاهلي واثقه كويس قوي في اداء لاعبتها، واثقه في المراحل اللي فاتت في المباريات اللي عدت قبل كده
في امكانيات جهاز فني ولعيبه، وكله يتكاتف لمصلحه الفريق للصعود او للتتويج باذن الله في المباراه النهائيه مع الوداد. اللي احنا شايفينه ده يعني يحرك اي مشاعر اي حد. الواحد هنشوف كمان بكره اعتقد الوضع هيبقى جميل برضه. بص يا كابتن محمد، يمكن كل معظم الناس في الشارع المصري في عدم طمأنينة للمباراة، أنا بقول لك إن شاء الله إن شاء الله بثقة في ربنا سبحانه وتعالى وفي أداء اللعيبة، كابتن حسام بدري هيرجع بالمكسب وبالتتويج، ودي مش أول مرة، كان قبل كده وهو موجود كمدير فني وكان موجود كمدرب عام في موجود مستر مانويل، اتوجوا ورجعوا وفرحوا الشعب المصري، أعتقد البسمة والفرحة هترجع في وجود الفرقة دي والجهاز ده بالنجاح باذن الله في مباراه يوم السبت باذن الله. كابتن عمرو، كابتن قبل ما اخدك واقول لك رايك في مباراه الوداد ونتيجتها، هل بتدي الافضليه لمين؟ يعني واحد واحد، لكن عايز اسالك هل مباراه النجم الساحلي بنتيجتها الكبيره اثرت بشكل كبير على الحاله بالنسبه لبعض اللاعبين في النادي الاهلي في مباراه الوداد؟ يعني اثرت بعض الشيء، انت عارف فرحه المكسب بست اهداف مقابل هدفين وانت بتقابل النجم الساحلي بقوه النجم الساحلي، المباراة في حد ذاتها فنيا كانت ليها سيطرة واستحواذ وأداء تكتيكي وأهداف على أعلى مستوى، درجة إن احنا اكتسبنا ثقة، يمكن أزارو أكتر لعيب استفاد من هذه المباراة الثقة اللي رجع لأزارو في حتة تسجيل الأهداف. مباراة في مجملها كانت مباراة ما كانش حد يتوقع فاروق يمكن النتيجة دي، لكن لعيبة النادي الأهلي وإصرارهم في هذا اللقاء، هم عندهم شعور بشكل كبير جدا عن الفرق الاخرى. النادي الاهلي لما بيجيب جول بيبقى طمعان يجيب الجول الثاني والثالث والرابع، وده كان موجود الصفات والدوافع المعنويه لعيبه النادي الاهلي في مباراه النجم. فعلا كانت مباراه من اجمل المباريات اللي احنا عملناها هذا الموسم. مباراه الوداد يمكن مباراه النجم افادت الوداد بشكل كبير جدا عمرو، ان الجهاز الفني للوداد كان عامل حسابه ان الاهلي كسب الترجي وكسب النجم ودول اقوى فرقتين موجودين في تونس وبيمثلوا قوه ضاربه زي الاهلي والزمالك في مصر. بالظبط كده. فالمباراه ديت يا فاروق افادت يمكن المدرب حسين عموته اللي هو مدرب الوداد المغربي، فقال لك انا لو قابلت النادي الاهلي زي اسلوب النجم واسلوب الترجي، النادي الاهلي عنده امكانيات في لعيبته تقدر ان هي تتفوق عليا وتقدر تحل وتقدر تكسبني اكتر من هدف. فهو اخذ الجانب الدفاعي بشكل كبير جدا ومبالغ فيه، يعني هو يمكن عمل ستاره زي ما انت قلت في برنامجك، ستاره او جانب دفاعي بشكل كبير جدا بنسبه 80%، واعتمد مستنيد يا كابتن حاجه مستنيد. ما هو فاروق يعني بردك اسلوب من ضمن الاساليب اللي بيقدر يستفاد منها المدرب، ان انا بلاعب نجم بقيمه النادي الاهلي، قيمه أفريقية، نادي القرن، صاحب البطولات أكتر من 8 بطولات أو 9 بطولات، فهو عارف إن قيمة النادي الأهلي في برج العرب بالذات النادي الأهلي في منتهى الصعوبة، فأنا لو فتحت خطوطي على النادي الأهلي ممكن أخسر بنتيجة النجم الساحلي ونتيجة الترجي، وده زي ما احنا قلنا إن احنا عدم التوفيق بالنسبة لنا في الست دقايق الأولى من بعد الاحراز الهدف، ان ازارو لو جاب الهدف ده كانت ممكن النتيجه تتغير بشكل جيد. فده اسلوب من ضمن الاساليب لجأ ليه، ولجأ ليه بشكل كبير جدا، وخد زمن بالنسبه له يمكن اكتر من 90 دقيقه ان هو فضل مقوقع او فضل عامل الحائط الدفاعي ده، واعتمد على الحاجات زي ما انت قلت، اعتمد على الحاجات اللي فيها كونتر اتاك او فيها التمريرات اللي من رجل للرجل عن طريق النجوم محمد ابو ناجم دوت ابو ناجم اللي هو كان بيعتبر محور لعبهم في بدايه الشوط قبل ما يخرج، وبعدين طبعا المحطه الاماميه اشرف بن شرقي اللي هو المحطه الهجوميه اللي كانت عامله صداع بالنسبه لخط ظهرنا، وقدر يستفاد بقى على جزئيه المشاكل اللي موجوده في خط الظهر يا كابتن. ودي احنا بنقول المباراه النهائيه لازم ناخد بالنا قوي، يعني حته انت تاخد بالك من جزئيه دفاعك، خصوصا لما بتلعب على ارضك انت عايز تكسب ما يخش فيك حاجه، عشان تروح هناك انت في اطمئنان بشكل كبير. لكن يعني مرتين مباراه النجم حصل خطا دفاعي برضه ودخل فينا هدفين، ومباراه الوداد يا كابتن عمرو نفس الاسلوب، ويمكن ده كلفك كان اصعب. انا شايف ان الهدف ده طبعا هو الاصعب من مباراه النجم من حيث طبعا تاثيره على نتيجه اللقاء او الحاله المعنويه بالنسبه للاعبين، خصوصا ان الهدف جه بعديها
يعني مش بكثير بعد المده الزمنيه اللي انت احرزت فيها الهدف بعدها بست دقائق او بخمس دقائق يعني تقريبا. بص يا كابتن محمد، الفتره اللي حصل فيها زي ما كابتن ماهر بيقول ان هو كابتن صلاح مدرب الوداد لعب بتقفيل دفاعي من العمق والاطراف، واعتمد على ان لو انت خدت بالك من تتر المباراه ان هم ال11 كانوا بيبقوا في الثلث الاخير لمرماهم وبيعمل الحاجه المعادله بقى الصعبه اللي هو ايه، بستعمل كونتر اتاك او الهجمه المرتده بانسايد رايت وانسايد من تحت، يعني محمد النجم كان بيجي من على الاطراف من الجنب اللي فيه علي معلول وليس الجنب الثاني، كان بيلعب في الجنب اللي هو شمال النادي الاهلي بالظبط كده، كان بيلعب في المكان ده. حتى الكونتر اتاك اللي جه منه الهدف كانت حاجه سريعه، وقف نص الملعب لرامي وكان فاول المفروض، ما انا بقول لك اهو فاول وليد المرتد الاوفر المفاجئ لعدم التمركز من لعيبه النادي الاهلي بالسرعه المناسبه ان هي اوفر عادي وهيتعمل وهنقدر نتخلص منه، كان فيها اعتماد بسيط في حته معينه. بص هنقول احنا ما بنتعودنا، ممكن بس عمر اتفضل يا كابتن. انا الكوره قبل ما راحت لقناجم كان قعدت وقت، خدت وقت في الطريق، وسعد كان خلاص داخل جوه ال 18 والمساحه وبينه وبين اشرف بن شرقي كانت بعيده شويه. كويس، كان لازم انت راجل طبعا خبره في حته ضربات الراس كابتن ماهر، حته الاستعداد ما كانش مفاجاه بالنسبه لك، لا لازم كنت انا شايف جزئيه اللاعب وفي ربط ما بيني وبين شريف، هي دي النقطه اللي انا شايفها. انا هتكلم في الحته مش الثانيه، هتكلم في الحته الاولى، الحته الاولى اللي هي من على الاطراف في الوقت ده لازم، يمكن الكابتن ماهر كنا بنتناقش بره من شويه، تضييق المسافه ما بين نجيب ومحمد نجم، الحته اللي هي ما يبقاش فيها رؤيه الكروس او الاوفر. النقطه الثانيه سرعه ارتداد سعد في وجود رامي، التمركز في الوقت ده ما كانش بالمعدل العادي اللي احنا متوقعين ان هو هيقف على الكوره، احنا بنحكي السيناريو هيقف على الكوره على الاجناب يستنى الدعم من الخلف ينقل الكوره، ما توقعش ان هيبقى اوفر فينش بعد المرتده بالاسلوب ده. احنا مش هنستبعد شريف في الوقت ده، انا هتكلم عن عمرو الحديدي في الوضع ده لازم اشتغل بالوضع طاير مش بالوضع الثبات، بالوضع الحركي ان هو الاسرع، هو اللي بوشه للمرمى راكب. انا اللي هبقى اضعف، انا كراجل سيرد باك بتمركز ان انا ببقى واقف لخط ظهري وظهري بيبقى لشريف، بيبقى سرعتي ابطا ان بتحرك جانبي، اما هو بيتحرك مباشر بيبقى هو الاسرع. صحيح، في الوقت ده لازم اكون المان اقرب كتير جدا من ان انا اسيب مسافه اذا كانت من نجيب او اذا كانت من سعد سمير. طب اسمح لي بس يا كابتن ماهر، يعني قبل ما ارجع حضرتك في نفس الجزئيه لان مهم برضه نجم كبير زي حضرتك في خط الدفاع نتكلم على الخطا ده، لكن من المغرب استاذه حنان الشفاعي اعلاميه مغربيه اكيد بنطمن طبعا وبنشوف الوضع الحالي بالنسبه لهذه المباراه من اخواتنا والاعلاميين في المغرب. استاذه حنان برحب بحضرتك. مساء النور، تحياتي لحضرتك. يعني في البدايه طبعا تحيات كابتن ماهر همام نجم مصر ونجم النادي الاهلي، ايضا كابتن عمرو الحديدي نجم مصر ونجم النادي الاهلي بيحيوا حضرتك. وسؤالي الاول يعني بترموا او بتشوفوا او بترموا الضوء على هذه المباراه بالشكل الكبير لان مباراه نهائي، اعتقد كل الصحافه المغربيه اكيد مهتمه بهذه المباراه. احييك بني فاروق، احيي جميع ضيوفك عفوا، الاكيد ان اهتمام الصحافه اليوم الصحف الصادرة اليوم كلها ركزت بشكل كبير على مباراة القمة ذهاب نهائي أو رابطة الأبطال الإفريقية اللي غيجمع الوداد المغربي بالأهلي المصري. كنا تنعرفوا أن هذا النهائي لما جمع بين الشقيقين العرب غادي يكون نهائي قوي بكل المقاييس، جولة برج العرب بإنتهاء التعادل لا غالب ولا مغلوب، اعتبرناها نتيجة لا بأس بها ومحفزة لفريق الوداد لأنه حقق التعادل خارج قواعده أمام فريق الأهلي اللي كان مدعوم بمناصرين كثر. الوداد حقق الأهم في انتظار أنه يحقق الشيء الكبير بمركبه، مركب الرابع محمد الخامس هنا بمدينة الدار البيضاء. الكل تعبأ جيدا لهذه المباراة، غدا إن شاء الله أول حصة تدريبية لفريق الوداد، الحصة غتكون مفتوحة في وجه الإعلام المغربي طبعا من أجل نعرف جديد الوداد. جديد الوداد اللي تبلغناه اليوم بحزن ولكن بإيمان بقضاء الله وقدره هو إصابة نجم الفريق محمد أوناجم اللي كان صاب في ملعب برج العرب. محمد أوناجم حمل الجبيرة بعد ما أصيب بالشقق، ليس كسر ولكن شقق، إذا سيغيب عن النهائي. والأكيد أن المدرب حسين عمودة سيفكر في بديله
وكل اعتقد ان كل لاعبين سيكون جاهزين للمباراه، خاصه بعوده المدافع الصلب امين العطوشي. نعرف ان الاهلي سيحل بالمغرب صمود تاريخيه ولن يفرط في فرصه العوده بالكاس، والوداد ايضا يريد ان يحتفظ بالكاس ان تبقى في المغرب. الوداد امام رهان دخول تاريخ مجددا والفوز بثاني لقب افريقي في تاريخه بعد لقب 92. طيب استاذ حنان، يمكن هل الصحافه والاعلام المغربي بيحذر فريق الوداد من نفس تكرار تجربه النجم والترجي؟ لا، نحن هناك الاعلام المغربي ما كنحاولوش نضغطوا بزاف يعني كثير على فريق الوداد. لكل مباراه طقوسها، لكل مباراه احداثها، والاكيد ان الوداد بدعم الجماهير، الجماهير بمركب محمد الثاني غيسعى الى تحقيق نتيجه ايجابيه، وكمغربيه وكاعلاميه قريبه من فريق الوداد، لكل ثقه في الوداد في مجموعه حسين عموسه. لن ابيع الوهم، ولكن اعتقد انه من الصعب جدا ان تطلع الكاس الافريقيه او العروس الافريقيه من المغرب. كما قلت لك، الكل هنا متعبئ، لا صحافه، لا مكتب مسير لفريق الوداد، لا اللاعبين، لا الكل، من اجل ايذاء المغرب. لقب افريقي غاب عن خزينه الوداد وكذلك الجامعه المغربيه او الاتحاد المغربي لكره القدم طويلا. نعرف ان الاهلي متمرس على العوده بالكؤوس الافريقيه من خارج الديار. نحن نعرف قيمه الاهلي، نعرف تاريخه، نعرف حجمه، نعرف ان له من الامكانيات الشيء الكثير، ولكن نتمنى صادقين ان يكون الوداد في الموعد، ان يجد حسين عموسه التركيبه والخطه والشاكله والتشكيله النموذجيه التي يمكن بها ان يحد من فعاليه لاعبي الاهلي من اجل ان لا تغادر العروس الافريقي التراب المغربي. استاذ حنان، انا بشكرك اكيد، يعني ليك الحق طبعا انت تتمني ان فريق الوداد ان شاء الله يبقى متواجد هو بطل افريقيا. ايضا احنا كمان ان شاء الله بنامل وجود النادي الاهلي، ومتعودين وعندنا ثقه كبيره فيه ان هو يرجع بهذه البطوله. واشكرك استاذ حنان الشفاء اعلاميه مغربيه. كابتن ماهر، ما زلت بتكلم في جزئيه الاخطاء الدفاعيه الخاصه بالنادي الاهلي اللي لازم يعني نحلها قبل السفر او اثناء طبعا تواجدنا في المغرب ايضا والتدريبات اللي فاضله هناك، بحيث ان انت تخش هذه المباراه ان شاء الله ما يخشش فيك اي اهداف. بص يا محمد، هو الاخطاء الدفاعيه وارده، لان انت بتلعب 90 دقيقه وتلعب قدام خصم قوي، مش خصم ضعيف. بيبدا تنظيماته الهجوميه بيعتمد على يمكن 20% نجح فيها بنسبه اكتر من 20% لانه احرز هدف. فالهدف اللي جه فينا يمكن قوى عنده الجزئيه الهجوميه اكتر من التوازن الدفاعي، ان هو نجح في التوازن الدفاعي يمكن اكتر من 80%، ويمكن نسبه الهجوم بالنسبه له اعتمد في الكونتر اتاك او الكرات السريعه او الكرات الثابته. يمكن الكرات الثابته ما كانتش موجوده، لكن الكرات المتحركه كانت اكتر. بالظبط، يعني هي النقطه فعلا الحاجه اللي مضايقاني انا شخصيا، ان هم يمكن الهجمه الوحيده اللي اتعملت يمكن مش بشكل منظم، كانت فاول قبليها، لكن طبعا الحكم تغاضى عنها. اتلعبت بشكل كبير جدا. انت عارف ان احنا في المباراه دي يمكن احمد فتحي كان اكثر هجوما، كان معلول اكثر هجوما، عندنا الجنبين كانوا طايرين بشكل كبير جدا، ففي مساحات وراهم كانت خاليه. هم استغلوا محمد بن نجم ده، طلع خلق لنفسه مساحه كويسه قوي ورا معلول، اتلعبت له بشكل جيد، حصل انطلاق طبعا بن شرقيه متمرس. هم عندهم التوازن في الجانب الهجومي باكثر من لاعب، هم بيلعبوا براس حربه واثنين تحتيه. فبالنجم ده لما طلع راح ورا معلول وقدر ان هو يستلم في خلق مساحه، العمليه اتغيرت بالنسبه لدفاع النادي الاهلي، بقى كل وش له جول. يعني المدافع بالنسبه لسعد سمير بقى وش له جول زي المهاجم، نجيب بقى وش له جول زي المهاجم، وطبعا بن شرقيه مش ممسوك بين الاثنين، واخد بالك، اتعمل الكروس بشكل مؤثر بشكل كبير جدا، لمسها بس، يعني عارف انت، لمسه بس راحت طبعا في الزاويه البعيده بالنسبه لشريف اكرامي، في منتهى الصعوبه على شريف اكرامي. فانا عايز اقول لك ان الخطا مركب يا محمد. نمره واحد السرحان وعدم الرقابه لمفاتيح لعب اخطر اثنين، وانت بتهاجم نمره واحد. يعني انا لو بلعب انا وعمرو هنقول الراجل ده لو لوحده لازم اروح اعمل ماركن او اعمل رقابه او اعمل مان تو مان بالنسبه له،
النقطة الثانية بين شرقية لازم يبقى بين سعد سمير وبعدين يبقى محمد نجيب أو محمد نجيب ويبقى سعد سمير هو اللي عامل كفرنج أو عامل نظام الليبرو أو التغطية. فهي كرة عشان مرتدة وسريعة وعدد مهاجمين كان أوحش يا كابتن، يعني وجهة نظري إن أنت فقدت الكورة في نص ملعبك. بالظبط هي دي دايما نقول إن أنت تفقد الكورة في نص ملعبك ده خطر عليك. لكن حتى محمد حتى لو أنت فقدت في نص ملعبك الكورة فأنت عندك خط ظهر المفروض بيبقى مراقب، يبقى عنده نوع من اليقظه، نوع من عدم السرحان، نوع من الرقابه. طول ما انت المهاجم قدامك في حضنك وانت شايفه فهو هيحس بالقلق ده. لكن اللي حصل ان التحرك كان سريع، الراجل هرب ورا ظهر معلول واستلم الكوره، واخد بالك. النقطه الثانيه ان وضع سمير ووضع نجيب ما كانش محطوط صح في الجانب الدفاعي، يعني مش حاطين الراجل صح وماسكينه صح. لان حتى كورس لو اتلعب وانا حاطه صح زي ما عمرو قال لك انا اقدر اخد انقضاض او اقدر اقطع اروح لكوره قبل ما الكوره توصل له. لكن طبعا واضح ان الخطا كان مركب بالنسبه لمعظم لاعبي خط الظهر. لكن شريف طبعا كوره سريعه جدا وصعبه عليه ومحطوطه في خط السكس ياردة، فصعب ان شريف يقدر يطلع يعمل حاجه يعني. طيب واحنا بنتكلم على المباريات المهمه ان شاء الله، يعني تحدد لجنه المستويات حددت يوم 8 يناير، يعني عارفين مباراه القمه اللي هي في نهائي الدور الاول، لكن المره دي هيكون في ملعب استاد القاهره. عوده طبعا نادي الزمالك خلاص هيلعب كل مبارياته على ملعب استاد القاهره، وهذه المباراه ايضا مباراه الاهلي او الزمالك والاهلي لان هي مباراه الزمالك الاولى بالنسبه له هتكون في استاد القاهره. كابتن عمرو خليني اكلمك على الوضع بقى بالنسبه للاستماته على خط في خط الدفاع من خلال طبعا فريق الوداد، هل هيكون بنفس الاسلوب في ظل قوه الاهلي الهجوميه واللي حسين عموته المدير الفني لفريق الوداد عارف هذه القوه الكبيره لفريق نادي الاهلي؟ بص يا كابتن محمد، في ثلاث سيناريوهات بيمشي بيها المدرب الوداد صلاح عموته مهمين جدا. حسين عموته الاولى اللي هو الهدف اللي جابه مؤمن في الدقيقه 3، بعد كده عمل كثافة عددية على 18 باستمرار. النقطة الثانية هو عنده سيناريوهين، ان هو احرز هدف في مصر والتعادل بالنسبة له مكسب. النادي الاهلي هيلعب اللي احنا مش متوقعينه اللي هو الضغط من اول دقيقة في ملعب محمد بن خامس. هو بالنسبة له عنده مكسب في ايده هو التعادل. المكسب الثاني عندهم هم او فرق شمال افريقيا تملي بيمسكوا الكوره عندهم من الحلول وتقريب الخطوط مختلفين شويه كتير بعد ما شفنا الفرقه دي بالذات. صحيح عنده كمان قرايه لسيناريو مباراه الترجي وسيناريو مباراه النجم، ان هو بيفقد لعيبه النادي الاهلي ازاي او الضغط باستمرار والرقابه اللصيقه في النقل والكور القصيره في العمق اذا كان من مؤمن او من عبد الله او من على الاطراف تخص علي. خد بالك كان بيعمل كفرنج معين ايام علي معلول في وجود علي، كان بيقابل علي بواحد واثنين مش واحد بس، والضغط باستمرار على مؤمن وعبد الله السعيد، وسايب الجنب بتاع احمد فتحي باستمرار، ان هو كان مهم بالنسبه له السيناريو ينتقل من جهه علي وليس من جهه احمد فتحي، عشان احمد فتحي لما بيجي بيضم حسب الهجمه بيضم لجوه في نص الملعب. في الوقت ده هو عمل رقابه بسيناريو معين لوليد ازارو للثلاث اهداف اللي احرزهم في ماتش النجم، الرقابه لمؤمن والاجاي والعبد الله السعيد، ازاي عند استحواذه على الكوره يتم انتقاله بعدم فقد الكوره غير في نص ملعب النادي الاهلي، ازاي يستلم الكوره في النص ملعب الهجومي اللي هو يخصه اللي هو نص الدفاع بالنسبه للنادي الاهلي، ازاي يمتلك زمام اللعب لغايه ما يجي دعم من نص الملعب او خط الظهر. هو عنده توازن كويس قوي في الثلاث خطوط، بيعرف يعمل بالانس معين في المرتد بلاعب اللي احنا بنقول ان هو مصاب دلوقتي، عنده كويس يعني، بس احنا بنقول هو خلاص كان عندك اثنين بقى عندك واحد دلوقتي. بص يا كابتن محمد، احنا هنقول الحته اللي تخص النادي الاهلي مش هنتكلم عن امكانيات حسين تمام مدرب الوداد. الماتشات اللي زي دي كابتن فاروق لعيبه خط ظهر، الماتشات اللي زي دي لعيبه خط ظهر ولعيبه نص ملعب اللي هم الديفندرين اللي هو رامي وعمرو السولي. الماتشات دي كده، الماتشات دي ضيق النتيجه وعدم فوز النادي الاهلي في مصر، الماتشات دي بتخلص كده يا كابتن محمد وانت كنت لعيب ونجم النادي الاهلي منتخب مصر، بتخلص لعيبه خط ظهر وحارس مرمى والديفندرين. الالتزام يزيد بدل ما هو 100% يبقى 200%، الرقابه
ان انا هبقى معتمد تمام اعتماد على فراوديت ان هي تهدف، وانا في نفس الوقت مديله الطمانينه ان انا بامنه في الحته الدفاعيه ان ما يخشش فيها هدف هناك. انت مجرد انك احرزت هدف الموضوع بقى مختلف، بقى فيه الميزه اللي ليك والميزه اللي ليه، تعادل وبنجتمع ان الاهلي لو كسب هناك 1-0 خلاص الموضوع انتهى. لو تعادلوا 1-1 دخلنا في سيناريو ضربات الجزاء. يبقى انا بقول النادي الاهلي بيلعب بسيناريوهين مختلفين، بضغط وبامن. خط ظهري ده ماتش مختلف مع فراوده الوداد، فراودتي والتهديف على مدار سيناريو 90 دقيقه ان شاء الله يكون من حليف لعيبه النادي الاهلي. كابتن مر يعني برضو كابتن عمر كلمني على سيناريو حسين عموته واللي ممكن يقوم بيه، وهو عنده 3 سيناريوهات زي ما الكابتن بيتكلم. النادي الاهلي السيناريو الوحيد بالنسبه له هو مكسب ان شاء الله. يعني ان شاء الله ازاي اتعامل كابتن حسام بدري في ظل ممكن بعد الشهر طبعا اتمنى رجوع علي معلول لان قوه ضربه بشكل كبير في جبل يسرى، حسام عاشور مش موجود، شفنا رامي ما شاء الله، يعني في ظل اللعيبه اللي ممكن خسرهم النادي الاهلي كابتن الفتره اللي فاتت. بص محمد، هو اولا اداريا التجهيز لهذه المباراه زي ما انت تفضلت وقلت من بدايه الحديث ان طبعا سفر سمير عدلي وسيد عبد الحفيظ ده اهم دور واخد بالك اداريا لتوفير الاقامه للعيبه النادي الاهلي بالنسبه للفندق، بالنسبه لصالات الاجتماعات، بالنسبه لملاعب التدريب، بالنسبه للحصه اللي هياخدها النادي الاهلي في ملاعب محمد الخامس. ده اهم جزء من بدايه الاستعداد للنادي الاهلي. الجزء الثاني اللي احنا هنعمله من بكره الكابتن حسام البدري اللي هو الشحن للجماهير في التدريب الاخيره، وزي ما فضلت برضك قلت ان لازم الناس اللعيبه تحافظ على نفسها للساعات ال 29 لعيبه محمد عايزين يشاركوا بشكل كبير جدا، فانا اخاف على لعيبه النادي الاهلي ان احنا مش محتاجين اصابات او مش ناقصين اصابات ممكن تزيد علينا خلال الفتره دي. الشحن ده العامل النفسي المهم جدا لعيبه النادي الاهلي، هم يبقوا رايحين عارفين ان هم جمهورهم مستنيهم. عايز اقول لك ان معظم الشعب المصري مستني النادي الاهلي، عايز يفرح بالنادي الاهلي في حصوله على هذه البطوله، واحنا الحمد لله 400 نهار الانتصارات، فان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمنا. الجزء الثالث والاهم انه حسام البدري بيذاكر الفريق ده. انت عندك 90 دقيقه اتقابلت هنا مع فرقه الوداد. المشكله اللي قابلتنا يا كابتن محمد انك انت مش قادر تقيم فرقه الوداد بالنسبه للجوانب الضعف اللي عندها واخد بالك والمميزات اللي موجوده من خلال اللعيبه المميزين عندهم بالشكل اللي هو لعب طبعا لانه انت المسانده الدفاعيه ما عرفناش بس تصريحات حسين عموته يمكن بيتكلم بيقول ان فريقه هو الافضل من وجهه نظره واحنا شفنا فريق بيدافع باستماته ازاي هو وانا شايف انه اقل بالظبط اقل من الترجي واقل من نجم الساحلي كمان، لكن انت مع التكتل الدفاعي ده انت مش قادر تقيم خط ظهره بالنسبه للحاجات الفرديه، بالنسبه للحاجات الجماعيه، بالنسبه للكورسات العرضيه، بالنسبه للتصويبات، بالنسبه للحاجات اللي فيها جمل تكتيكيه، لان انت في هذه المباراه معظم الجمل التكتيكيه كانت بالنسبه لك من العمق تمام كده فكانت مشكلتنا ان احنا عايزين نخترق من العمق محمد هو قفل ليه كويس قوي ما قدرناش نخترق من العمق. انا بقول ان المباراه هناك هتبقى اسهل لحسام البدري واسهل لعبتنا ليه؟ لانك انت خد بالك الوداد عايز يكسب عشان يكسب لازم يفتح خطوطه، لازم يخش في نص ملعب النادي الاهلي باكثر من 5-6 لعيبه من الوداد، واحنا بنحب اللعب ده، احنا كلعيبه النادي الاهلي بنحب اللعب المفتوح نقدر نتعامل معاه بشكل كبير. ويمكن كل المباريات اللي قابلنا فيها الوداد وفزنا عليه من خلالها حتى في عقر دار وفي محمد الخامس كانت نتيجه ان الجيم مفتوح. الكونتر اتاك بالنسبه لنا عندنا لعيبه مميزه تقدر نستغل سرعات ازارو، نقدر نستغل سرعات مؤمن، نقدر نستغل سرعات فتحي، نقدر نستغل مهارات عبد الله السعيد. فانا شايف ان حسام البدري الجانب اللي هيقدر يعتمد عليه كلنا هنجمع على ان الحاجات اللي عنده بتمثل خطوره زي ما قلنا في طبعا راجل محمد ابو نجم كده ابو نجم ده مصاب يقال ان هو مش هيبقى موجود ممكن تبقى شبه بنشاف ممكن كمان يكون يعني اللي هو ايه انت بتلعب حته نفسيه لانه فعلا لعيب مميز بالظبط وكمان هو كمان اضاف عبد العظيم الغضروف مكانه بردك لعيب مش وحش لعيب هو لعب يا كابتن غير الاداء طريقه اللعب لما نزل بالظبط عبد العظيم الغضروف غير السيناريو اللي هو بدا بيه ودي بردك من ضمن الحاجات اللي بيلجا ليها المدرب
لما بيحصل اصابه لبعض نجومه فبيضطر يبقى البديل بالنسبه له يكون بنفس قوته يا يكون اقل منه. فاحنا بالنسبه لنا انا شايف ان هناك محمد احنا عندنا ثقه كبيره جدا في لعبتنا، زي ما قلت لك ان لعبه النادي الاهلي عندها صفات اراديه عاليه جدا، عندها دوافع، شخصيه اللاعب النادي الاهلي شخصيه بطوليه. معظم لعبتنا معظمهم لعيبه منتخب مصر، جربوا التجربه دي اكتر من 6 7 مرات خارج ملعبهم مع الترجي والصفاقسي ومع الوداد نفسه في عقر دار محمد الخامس، قدرنا ان احنا نفوز عليهم في هذه المباراه. صحيح. طيب كابتن عمرو، خليني برضو استكمل جزئيه السيناريو الخاص بينا احنا هجوميا ودفاعيا، ووسط ملعب ودور رامي في الجزء الدفاعي ودور عمرو سليه ايضا في الجزء الدفاعي والهجومي، بتشوفها ازاي بقى كابتن؟ التعليمات اللي كانت موجوده هنا لرامي اكيد انا من وجهه نظري هتبقى مختلفه، هو وعمرو سليه في نص الملعب. احنا قلنا السيناريو ان كان علي وفتحي ورامي وعمر، كان في تملي هجوم، اعتقد السيناريو هيبقى في اختلاف تام. اعتقد اللي هيبقى بيزيد لا هيبقى عمر ورامي تمركزهم في نص الملعب كتير. ان هم اما بيستلموا، خد بالك الراجل الديفندر اللي عندهم، فكرة ان كابتن حسام يشتغل بثلاثة ديفندر؟ اه عملها في بيدفست قبل كده ماشي، بس اختلاف فرق اداء فرقة الوداد لك نص الملعب هو يعني في وقت من الاوقات ممكن يبقى هو مهم جدا. ثلاثة في نص الملعب ولا ثلاثة في نص الملعب؟ ثلاثة في نص الملعب. في وجود كان حسام عاشور، كان في حسام الثالث مظبوط. انت دلوقتي عندك اثنين وعندك قدامهم ثلاثة، ممكن تدخل احمد فتحي وتخلي محمد هاني، لانه محمد هاني متألق بشكل كبير. يبقى في الوقت دوت انت هتدي مهام امامية لليبرو معكوس اللي هو رامي وعمر، وتحتيهم احمد فتحي العكس. انك هتبقى تدي المهام لمحمد هاني انه ما يزيد، هيضم في الحته دي احمد فتحي، ولو اديت مهام لعلي معلول انه يزيد هتدي المهام دي لرامي ربيعه. السيناريو برضو التاني بيدور في دماغ كابتن حسام، ان انا بمتلك زمام نص ملعب وبلعب على امكانيات ثلاث لعيبه، مؤمن، عبد الله السعيد، وليد ازار. احنا في سيناريو الماتش يا كابتن محمد ال 90 دقيقه ما خدناش فاول بمحطه على ال 18 بخصوص وليد ازارو، كفرويد ارتكاز بيقدر يمتلك، هو بيتطرف كتير، احنا بنلعب في العمق زي ما الكابتن ماهر بيقول احنا عايزين نخترق من العمق، لا احنا اشتغلنا المره دي ما اشتغلناش من الاطراف، العمق بس. النجم احنا كنا مميزين بنشتغل بثلاث جوانب. طب هو كان سايب لك الجزئيه دي كابتن عمرو بتتكلم فيها؟ هو عارف ان انت مميز عند معلول والاطراف فسايبها الجزئيه دي بشكل تقدر تتلعب عليها؟ سايبها بس بالضغط معين، مجرد انت بتوصل عند منطقه معينه الملعب ما بقاش فيه، بقابلك من الثلث من تلت الهجومي بتاعي انا بالزبط. اللي هو من عنده باخد من نص الملعب ما باخدش من الاطراف. اول لما الكره تزيد وعلي معلول يبقى متواجد بعد نص الملعب بضغط عليه بواحد واثنين، اول لما عبد الله السعيد بيستلم بعمل عليه مان، اول لما اجاي ومؤمن زكريا بيستلم. خد بالك الهدف اللي جه يا كابتن محمد كان مفاجاه للحارس والخط ده ولعيبه النادي الاهلي، ان هو فيرست تايم الحاجات اللي احنا متعودين عليها بتاعت كابتن محمود الخطيب، الحاجه المفاجاه. بعد كده عين الرقابه او مارس الرقابه مان تو مان على لعيبه النادي الاهلي بالكامل، مجرد من اول الهدف لغايه الدقيقه الاخيره من الشوط الثاني. طيب واحنا بنتكلم كده على الفريق الوداد، يمكن النادي الاهلي لعب 6 فرق كابتن ماهر افريقيا، هي جمعيه الحليب والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي والجيش الملكي المغربي والمغرب تطوان والدفاع الحسن الجديد. البدايه كانت امام جمعيه الحليب، انا عايز اسالك على ذكرياتك يا كابتن بقى، مهم جدا، بس خلينا اقول بس الجزئيه دي بس، مهم جدا ذكرياتك يا كابتن في بطوله افريقيا، ونرجع اكمل طبعا جزئيه الفنيات في هذه المباراه. ايضا البدايه كانت امام جمعيه الحليب في الدور الاول لكاس الكؤوس الافريقيه 84، فاز الاهلي ذهابا بنتيجه 3-1، كابتن خالد عبد الله طبعا هدفين، والكابتن طاهر ابو زيد نجم مصر ومارادونا النيل هدف، وثم قرر الاهلي فوزه في لقاء الاياب بالمغرب بنتيجه 2-0، احرزهما طبعا برضه مارادونا النيل، كابتن طاهر ابو زيد وكابتن حمدي ابو راضي، يعني لعيبه مميزه جدا الاثنين. ايضا كان ايضا مباراه ايضا امام الرجاء البيضاوي في دور المجموعات لدور الثمانيه 99، حيث خسر الاهلي في القاهره 1-0 في الجوله الثانيه، ثم تعادل في الجوله الاخيره في المغرب بنتيجه 1-1،
واحرز له محمد فاروق. انا فاكره انا فاكره لان كان كابتن ابراهيم حسن كان جنبي في الكوره دي واحنا لازم كنا نكسب يا كابتن. تفتكر الماتش ده لازم نكسب. كابتن ابراهيم حسن قال لفاروق ايه انت هتخش بطريقه معينه وانا دايما كنا انا هعمل لك كفر تشتغل انت. بس بالظبط. فالكوره الحمد لله يمكن الهدف جه، بس طبعا احنا كنا مطالبين ان احنا نكسب في هذه المباراه. ايضا المواجهه الثالثه مع الفرق المغربيه كانت امام الرجاء البيضاوي في دوري المجموعات لدور الثمانيه ابطال افريقيا لدوري ابطال افريقيا 2002. خسر الاهلي في المغرب 2-1، وفي الجوله الثانيه احرز له احمد بلال، ثم تعادل في الجوله الاخيره في القاهره بنتيجه 3-3 واحرز له ابراهيم سعيد وخالد بيبو واحمد بلال. ودي يمكن مجموعه المباريات، في مجموعه كبيره، لكن طبعا عشان وقتنا بتكلم كابتن ماهر ذكرياتك كابتن في هذه البطولات. ما هو زي ما انت قلت كده محمد، يعني احنا عندنا ما شاء الله يعني 20 مباراه والاهلي كسب 7 وخسر 5 وتعادلات ممكن 8، جبنا اهداف اكتر منهم 23 هدف ودخل في مرمانا 19. فاحنا الحمد لله رب العالمين زي ما بقول لك عندنا جرأه وعندنا شجاعه وعندنا ثقه في المباريات الخارجيه بشكل كبير جدا، خصوصا كمان ان لعبتنا متمرسه هذه المباريات وقدرنا ان احنا نفوز في البطوله دي اكتر من 8 مرات. فخد بالك يا محمد هم عاملين حسابنا بشكل كبير جدا، لان هو عارف النادي الاهلي جوه ملعبه زي بره ملعبه، فهو هو قلقان من الجزئيه دي، عارف النادي الاهلي ممكن يجيب فيه جول في اي وقت، وعارف ان اللعيبه اللي احنا ذكرناهم فتحي وسعيد سمير ونجيب ومعلول والسوليه وفتحي ورامي وعبد الله السعيد ومؤمن وازار واجاي والدكه اللي موجوده بره، يعني النادي الاهلي عنده لعيبه على اعلى مستوى بيمثلوا منتخب مصر حوالي 7-8 لعيبه، عنده لعيبه هدافين بشكل كبير جدا. النادي الاهلي ما بيخافش بره ملعبه، النادي الاهلي بيبقى عنده ثقه، بالعكس محمد احنا يمكن بره ملعبنا بيبقى عندنا مساحات نقدر نشتغل فيها بشكل كبير جدا. يعني احنا لو اتكلمنا على طريقه اللعب اللي بيأدي بيها كابتن حسام 4-2-3-1، فدي طريقه احنا متعودين عليها بقالنا اكتر من سنه، بنعرف نخترق من خلال الاطراف عن طريق الجمل التكتيكيه الواضحه اللي بين معلول وبين مؤمن، وبيشارك فيها اجايي بشكل كبير جدا. عندنا الجبهه اليمين اذا كان فتحي او محمد هاني مع مؤمن او اجايي، واخد بالك، وبنشتغل بشكل كبير جدا من خلالها وبيحصل ربط. عندنا الكورسات العرضيه اللي بنقدر نأديها اللي بتبقى مؤثره لازارو وبتمثل خطوره، عندنا عبد الله السعيد وبلاي ميكر بيبقى 8.5 او 9 تحت ازارو بيقدر يكمل معاك راس حربه في اوقات كثيره جدا. عندنا السوليه وعندنا فتحي بعد طبعا اصابه عاشور ما حسيناش ان احنا عندنا نص الملعب متاثرين من خلاله. اللعيبه دي محمد كلها تقدر تجيب جول في الوداد، اللعيبه دي كلها تقدر تعمل نتيجه ايجابيه، تقدر تعمل مكسب بشكل كبير. هو الضغط وقع عليه، هو بيتكلم بيحاول يدي حسين المدير الفني بيحاول ان هو يدي ثقه للاعيبته، الجرايد المغربيه بتحاول تديهم ثقه ان احنا نجحنا في المرحله الاولى بشكل كبير جدا 1-1. المرحله الثانيه بالنسبه لنا ان شاء الله هنفوز في المغرب على النادي الاهلي. كلها دي ميزه لصالح النادي الاهلي كابتن ماهر، عباره عن شعارات هم بيحاولوا بالظبط بيسكنوا بيها نفسهم او بيرفعوا العامل النفسي ليهم. مظبوط يا كابتن، لعبتهم من ناحيه الروح المعنويه. لكن انا عايز اقول لك ان المباراه دي فيها جوال يا محمد، فيها جوال بالنسبه لمباراه الاهلي والوداد بشكل كبير، لان هو كمان يهمه انه عايز يكسب، هو عايز يجيب جول في النادي الاهلي، فعشان يجيب جول في النادي الاهلي يطمن وياخد ثقه، فاكيد هيفتح خطوطه الثلاثه. هنا هتبان بقى الثغرات يا محمد اللي احنا بنتكلم عليها، ان الكابتن حسام ما بانتش ثغرات الجانب الدفاعي بالنسبه للوداد نتيجه تقارب الخطوط الثلاثه. وخد بالك انت اللي بتقرب خطوط الثلاثه بيبقى خط الظهر اريح خط فيهم للثلاثه، لان قريب منه نص الملعب وقريب منه مهاجمين، فالعدد بيبقى قريب من بعض في 35 يارده، فصعب جدا انك انت تخترق الكتله الدفاعيه دي، عايز عدد من اللعيبه. بس انا بعاتب على بدايه الهجمه بالنسبه لنا محمد كانت بطيئه من ناحيه نجيب ومن ناحيه سعد سمير. ليه؟ الجري بالكوره كان بشكل كبير، جري بالكوره وبعدين اروح اسلم في الرجل لما اخش نص ملعب الوداد. الكونتر اتاك محمد لازم من تحت التمرير لما يتعمل بسرعه في نص الملعب بيستلم بسرعه، نقدر ما نلحقش لعيبه الوداد يلحقوا يرجعوا يشوفونا. فانت دلوقتي الوداد عايز يعطل لك الكوره من ناحيتك انت عشان يقدر يرجع يظبط نفسه ويقدر يشوفك،
لو انت داخل من الحته يقدر يضغط عليك، داخل من العمق يقدر يضغط عليك، داخل من الطرف ده يقدر يضغط عليك. فانا عايز اقول لك ان كان التمرير بالنسبه لنا ساعدناهم احنا في حته رجوعهم ويعملوا الشكل الدفاعي اللي بدا عليه. لكن الكونتر اتاك محمد تملي بيني من عند نجيب من عند سعد سمير ازاي بقى؟ ان انا لما اقطع، كنت انا وعمر مثلا بنتكلم، لما اقطع يبقى الباص التمرير البيني الامامي ورئيس العرض مش على الجنب، مش التحضير على الجنب وبعدين لورا، لا ازاي اضرب بسرعه. يعني برضه انا مع حضرتك، بس هي النقطه ان انت الفريق التاني واقف بشكل، ما هو في عدد منه في نص ملعبك يا محمد، في عدد منه في نص ملعبك. كابتن بيتكلم اول ما هو بيفقد الكوره بيقابل من تلت ملعب اول لما انا بستلم الكره واقطع لازم يكون انا بالزبط. قبل ما هو يبتدي ينظم، انت كنت حاطه في نص ملعبه يعني هو ده بقى دلوقتي احنا بنقول انت بتقابل السيناريو بتاع الشوط الثاني بالظبط كده، بتقابل صعوبه لما بيرجع بقى ويتكتل، فانت بتقابل صعوبه عليا طبعا. طيب. ما عندناش غير العمق اللي احنا كنا بنحاول من خلاله. سؤالك يا كابتن عمرو، يعني قبل ما ننهي الفقره، السيناريو اللي انت بتتوقعه بقى في للنادي الاهلي هناك، هل مهاجمه فريق الوداد والضغط عليه من اول دقيقه، ولا انت هيتعامل ازاي كابتن حسام البدر في هذه الجزئيه؟ تعامل الكابتن حسام باذن الله الضغط على فريق الوداد من اول دقيقه مع تحفظ ارتفاع حاله الطوارئ لخط الظهر ولعيبه نص الملعب. يعني انا ما يهمنيش هم هيعملوا ايه قدام، يهمني ان انا امن دفاعاتي ومرماية من ان هم يجيبوا هدف عشان ما صعبش السيناريو. كابتن حسام زي ماتش احنا مبسوطين ان المدرب بتاعهم وصل له ان هو امتلاك زمام الملعب في القاهره، احنا عايزين نروح هناك بقى نفاجئ بسيناريو غير متوقع اللي هو الضغط وامتلاك زمام نص الملعب والمراقبه اللصيقه لخط ظهر النادي الاهلي. كابتن عمرو بشكرك، يعني اكيد احنا يعني مستمرين حتى ان شاء الله يوم المباراه ان شاء الله نتكلم عن النادي الاهلي والشكل اللي ممكن يلعب بيه في المباراه دي، وان شاء الله يبقى الفوز حليفنا وتبقى باذن الله يرجعوا كسبانين باذن الله. كابتن محمد نورتنا يا كابتن ماهر، نور شرفك يا كابتن فاروق، شكرا كابتن ماهر، دايما بستمر ارائك واراء كابتن عمرو طبعا مميزه جدا. يعني قبل ما اختم هذه الفقره واستقبل طبعا الناقد الرياضي استاذ ايهاب الفولي وراي الصحافه والكلام عن هذه المباراه واهميتها لدى ايضا الصحافه، احنا اتكلمنا مع الصحافه المغربيه عن طريق استاذه هناء حنان الشفاع وايضا الصحافه المصريه برضه وكلامها عن هذه المباراه. احب اعيد برضه على محمد ناجي جده، النهارده عيد ميلاده 33، كل سنه طيبه يا جده. هناك طبعا مولود في يوم ايضا كابتن محمود الخطيب اتولد فيه، على فكره انا اتولدت في يوم برضه بيبو، وانا كابتن 10 كابتن خالد بيبو برضه 6 اكتوبر، انا هو 6 اكتوبر، فاحنا مشتركين. كام كابتن؟ شهر 10 ميزان برضه كابتن؟ كل سنه طيب كابتن، انت ما قلتليش كنت معلش، ما هو كويس احنا لحقناها يا سيدي. نورت يا كابتن، وكل سنه طيب كده، ربنا يديك صحه يا كابتن. بعد الفاصل ان شاء الله يكون معايا استاذ ايهاب الفولي الناقد الرياضي، ونتكلم ايضا على مباراه الوداد والاهلي في نهائي افريقيا.